جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أفطرت المرأة على سبيل المثال 10 أيام في الشهرين المتتابعين، في كل شهر 5 أيام، لنفترض أنها أيام حيضتها، هل عليها حينئذ أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها؟ عليها إذا طهرت أن تواصل، تبني على الأيام التي قبل الصيام، تبني عليها وتكمل الشهرين. تكمل الشهرين. جزاكم الله خيرا. وتكون عدة الشهرين 60 يوما شهر صالح أو 60 يوما؟ إن ابتدأت الصيام بالهلال نعم فتصوم شهرين هلاليين. طيب. سواء كان تامين أو ناقصين. ما شاء الله. وإن كانت ابتدأت الصيام من أثناء الشهر نعم فإنها لابد أن تصوم 60 يوما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هذا يختلف باختلاف ابتداء الصيام. نعم. جزاكم الله خيرا.